من مظاهر الانفصام الأخلاقي للسلوك الحقوقي للغرب ومواقفه السياسية إذا ما حدث ويحدث من مظالم ومآسي وما نراه اليوم من أعمال عدوانية وتوسعية. ولعل هذا ما يفسر تفاقم الأوضاع المأساوية في مناطق إفريقيا وآسيا وتصاعد التصرفات العنصرية في أوساط المجتمعات الغربية. وفي هذا السياق أود التأكيد أنه على الظاهر بأن الانحلال الشعبية قائم. عرب العالم عمل دائما على ربط النظام الديمقراطي بتحقيق قيم العداله، ان هذا النظام منذ اصبح نموذجا في التنظيم السياسي لم يكن يعني لاغلب الديمقراطيين القواعد بالضروره تحقيق قيم العداله داخل المجتمع. لقد كان يعني اساسا بناء مؤسسات سياسيه عقلانيه تمكن الاتجاهات الغربيه التي اختارت من يحكم عبر انتخابات نزيهة تعبر عن اختيار الحر للأفراد أثناء تصويرهم يوم الاقتراع. تحدثت أولا الندوة دي ندوة ضرورية ومهمة، وأنا تحدثت بصراحة عن المقاربات اللي يجب أن نقول فيها الحقيقة. نتكلم عن الديمقراطية وهو نظام عظيم، ولكن كما نرى دول ديمقراطية يقال إنها مثل ما يقال إن هناك دولة ديمقراطية وحيدة في الشرق الأوسط. هذه الدولة الوحيدة في الديمقراطية الوحيدة بين قوسين يعني تعتدي وتدمر وتقتل وتتوسع وتتحدى القانون الدولي. طب أين إذن هي قيود الديمقراطية؟ أين إذن هي أين مبادئ الديمقراطية؟ هذا مكانة هذه الندوة تتحدث فيه. وبالتالي واضح أظن أنت كنت موجود إزاي هذا التأييد العارم للقضية الفلسطينية، لأنها قضية حقوق وللدولتين. نحن لا نقول أنه ما فيش دولة إسرائيلية، نحن نقول لابد من وجود دولة فلسطينية. هذا كان الإجماع والروح السائدة في هذا الاجتماع. الدموية ترى الدمار والعقاب الجماعي والإبادة الجماعية جينوسايد ترتكب بواسطة من وصفت بأنها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة. لقد لاحظنا ولاحظتم هذا العدوان الدموي على المدنيين، على النساء، على الأطفال، على الرضع، من قتل جماعي ومنع للغذاء والدواء ودمار شامل مستشفيات ومعابد ومدارس ومنتديات، كلها دمرت بلا استثناء. أولا يسعدني أن أشارك في هذه الندوة في مدينة أصيلة الجميلة. نحن نلتقي كل عام من المثقفين والمفكرين العرب حيث يجمعنا الأخ محمد بن عيسى في هذا يتعلق بالعدالة. وكنا قد طرحنا بأسئلة العدالة بأن الدول الغربية التي دائما ما تنادي بالعدالة وتصر على العدالة تتخذ من العدالة يعني قضية انتقائية، فتطبق العدالة في مكان وتقتل العدالة في مكان آخر، حقوق الإنسان في مكان وفي مكان آخر تقتله. فهذه الأمور يجب أن تنكشف للعالم. قضية حرية الرأي العام وحرية الصحافة تشكل أيضا يعني مبدأ ينعكس على المبادئ الغربية، هي تمنع كل ما يعارض فكر الغرب. فنحن الآن أمام معضلة الانتقائية في تقييم العدالة وتقييم حرية الرأي وتقييم حقوق الإنسان. الواقع أن احنا كنا بلا شك سعيدون بالمشاركة في هذه الندوة تحت هذا العنوان الهام، والذي تحدث فيه الجميع عن ازدواجية المعايير الدولية والتي يحاولون فرضها علينا، يعني أن يتحدثون عن عدالة كونية في ظل قتل
وذبح وإبادة وتدمير ودماء وأشلاء في لبنان، في سوريا، في فلسطين المحتلة، ثم يريدون منا أن نقتنع بأنهم يروجون لعدالة دولية أو أنهم يحاولون أن نشرها في المجتمعات العربية. هذا الأحداث التي دارت خلال العام الماضي في فلسطين وفي لبنان وفي سوريا من سنوات، وفي العراق من سنوات، وفي اليمن، تثبت أن الغرب يمارس ازدواجية ويمارس نفاقا سياسيا غير مسبوق في التاريخ. لا يمكن لديمقراطية عادلة تؤمن بالمساواة وتؤمن بالقيم الإنسانية الكبرى، لا يمكن أن تقف ضد العدالة، ضد قضية عادلة، لا توجد قضية أكثر عدلا كالقضية الفلسطينية. أكثر من 80 سنة وهذه الديمقراطية وهذه أمريكا والغرب الكثير من هو الغريب يناصر الشعب الفلسطيني في حقه كأي شعب آخر في دولته. طيب، هذا الجانب المظلم للديمقراطية على الصعيد الكوني وحتى على الصعيد الوطني، لكن مرة أخرى وإحقاقا للحق هناك أيضا الجانب المشرف لصاحب التاريخ. ترأست هذه الندوة الهامة حول العدالة وقيم الديمقراطية، وكانت مناسبة فكرية وسياسية هامة لمشاركين من مستوى رفيع من المغرب والعالم العربي وأوروبا وأمريكا الجنوبية. والخلاصة كانت هي التعبير عن، أكاد أقول، الاستنكار الجماعي لازدواجية المعايير وللخذلان الأوروبي والأمريكي والغربي بصفة عامة لكل هذه القيم الكونية النبيلة، وخاصة لدعمهم للهمجية التي تمارسها إسرائيل ضد فلسطين وضد لبنان. كانت مداخلات قوية، نقاش عميق. ديمقراطية و justicia me van a permitir que haga un retroceso rápido en lo que fue la cuna de la democracia y la búsqueda de la justicia, que es esa Grecia antigua. Una Grecia que se planteó en grandes cuestiones esenciales y que ya discutió. Hay que buscar la justicia, pero ¿cómo la conseguimos la justicia?